Thank you so much. شكرا جزيلا. His Excellency, فخامة الرئيس President Abdel Fattah الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد جين لين كونغ رئيس مجلس الإدارة للبنك الآسيوي للاستثمار في التنمية السيد رئيس وزراء مصر وزميلي الدكتور محمد معيط وزير المالية بمصر السيد ماركو بروميرا وزير المالية من جمهورية كوريا السادة المحافظين السيدات والسادة صباح الخير لكم جميعا أولا أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة وكذلك على عقد هذا الاجتماع المهم في هذه البلد الرائعة مصر أنا مسرورة للحاق بالاجتماع في شرم الشيخ في هذا الوقت أنا أفخر برؤية ومشاهدة هذا النمو الذي يشهده هذا البنك في عامه الثامن السادة الأعضاء والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير وأيضا لدينا المحفظة الخاصة بنا ونموها الشديد وأيضا مواجهة الأزمات والجوائح التي مررنا بها وأيضا أزمة الغذاء أيضا أقدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعمه المستمر لكل الدول الأعضاء والتجربة التي تشمل إندونيسيا وشركاؤنا في تنمية البنية التحتية وكما أننا جميعا نلاحظ فإن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحديا كبيرا للعديد من الدول والتشتت الجيوسياسي الذي يحدث في كل أنحاء العالم والذي يؤثر على النمو الاقتصادي وأيضا يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول وبصفة خاصة الدول الأعضاء في البنك الآسيوي إن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ليصل إلى حوالي 2.9% والعديد من الدول النامية والتي تشمل الدول الناشئة تحتاج العديد من الموارد الأساسية لمعالجة الموقف والتعافي من آثار ما بعد الجائحة ولتنفيذ التزاماتها حول التغير المناخي الدول النامية أيضا تتطلب أن يكون هناك دعما ومزيدا من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف والقطاع الخاص وبالتالي فإنني أدعو كل الدول المتقدمة والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف وبما فيها البنك الآسيوي لكي تتفي بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الامتيازات للدول الأعضاء التي تواجه الموقف الاقتصادي والمالي الحالي ودولنا تحتاج للمزيد من العمل لكي تقوم به علاوة على ذلك فإنني أدعم الالتزام الخاص بالبنك بتخصيص جزء من ميزانيته للتمويل المناخي ودعم الدول لتحقيق أهدافها المناخية وهذا طموح كبير نسعى لتحقيقه بالتناغم مع الأجندة الخاصة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية وكذلك خلق منصة خاصة بالآلية وكما ذكر في العام الماضي حتى نستطيع أن نزيد من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق انتقال الطاقة
لا يكون هناك تقدم بدون الحاجة للمزيد من الطاقة، ولكننا أيضا مدركين لأهمية أن الطاقة يجب أن تكون تتميز بانبعاثات أقل من الكربون. لذا فإننا جميعا لا يتعلق الأمر بتحقيق ومعرفة التحديات، ولكن كيفية معالجتها من خلال تحقيق التمويل الصحيح وبصفة خاصة في هذه الظروف العالمية الحالية. إن أندونيسيا تستخدم المنصة وباعتبارها رئيسة للآسيان، وهناك النسخة الثانية من أجن 2 وكذلك العمل الدولي، وهذه شروط أساسية للقطاع الخاص ولمشاركته في تمويل الأجندة الخاصة بالمناخ. هذه هي كل الخطوات التي نسعى لمشاركتها معكم وكي نصل إلى الحلول. وكمؤسسة مالية تعمل بشكل أكثر استدامة وأكثر حفاظا على البيئة، فإننا نحاول أن نخدم الدول الأعضاء، ومن خلال قدراتنا هذه فإنني أعتقد أننا نستطيع أن نلعب دورا كبيرا لتحقيق أهدافنا الخاصة بالبنية الأساسية للمستقبل. وأتمنى وأسعى في دعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كجزء من الحل الدولي. أتوقف هنا وأتمنى لكم اجتماعا ناجحا ولكم جزيل الشكر.